خطوة إلى الأمام أخرى إلى الخلف بشغف وحماسة أسبوعية يلتقي ألوني مع زملاء له قرروا التطوع في هذا المركز الجماهيري لتعليم الرقص اللاتيني. نحب الرقص ونطلق العنان لأجسادنا مع أشخاص جدد دائما. بعضهم لا يعرف اللغة العبرية فلا نجعلهم يحرجون من ذلك، بل نجعل الأمر يبدو مضحكا وممتعا لأن الحوار هنا لا يحتاج إلى لغة مشتركة. تطوعت هنا في الأشهر الأخيرة وقبلها درست الساسة لأربعين عاما. تعليم الآخرين شيء جميل، خصوصا عندما تراهم يرقصون بدءا من الحصة الأولى. فسحة أسبوعية مجانية تحوي أعمارا متفاوتة وراقصين من مهن مختلفة وكذلك لغات عدة. وما الحاجة للغة ما دامت لغة السالسا والرومبا والباتشاتا هي صاحبة السعادة هنا؟ نتعلم رقصات مختلفة هنا وفي الأغلب السالسا، حيث ننقسم لأربع مجموعات بحسب الخبرة لكي نتطور مع الوقت. هنا لا حاجة لأن يجلب أحد رفيقه في الرقص ولا أن يفرغ جيوبه من المال. الوصفة سهلة والمقادير ابتسامة وقليل من الود وما تيسر من أطيب البيت، وسيجد الراقصون الكثير من الشركاء والضحكات وحكايات تبدأ وتنتهي على هذه الحلبة الأسبوعية. التطوع لدى شعي ليس قيمة أخلاقية فحسب، بل هو اهتمام والتزام وشغف لهواية بعينها. إنها قيمة يتعلمها جميع الحاضرين هنا هذا المساء. لليوم على الحرة مرمة العزة من القدس.